نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب فأنزله في أوجز لفظ وأعجز الأسلوب فأعيت بلاغته البلغاء وأذهلت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والعصمة الواقية وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل جل وعلا كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وقال جل وعلا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا محمد عبده ورسوله
البشير النذير السراج المزهر المنير خير الأنبياء كلاما وأرفع الأنبياء مقاما لبنة تمامهم ومسك ختامهم رافع الإصر والأغلال الداعي لخير الأقوال والأعمال والأفعال الذي بعثه ربنا بالهدى والحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فختم به الرسالة وعلم به من الجهالة وهدى به من الضلالة وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم وكما آمنا به ولم نره اللهم فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله واسقنا يا رب من حوضه الأصفى ونهره الكوثر شربة ماء هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وقفتنا اليوم بمثابة تذكرة وموعظة وعظة وعبرة، ولكن لمن كان له قلب يتدبر بها، لمن كان له قلب يفقه به. قلت لكم تذكرة عن حقيقة كبرى، عن حقيقة كبرى ملموسة نشاهدها بأعيننا ونراها أمام ناظرنا يوميا، ولكننا نتناساها ونتغافل عنها. إنه أو الحقيقة التي تقف عندها البشرية جمعاء، إنها الحقيقة التي تقف عندها البشرية جمعاء. هل عرفتم ما هي الحقيقة؟ الحقيقة الملموسة، نعم، إنه الموت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كأس كل الناس شاربه، والقبر ممر وكل الناس داخله، وما جعلني أتطرق لهذا الموضوع ولن أطيل فيه إلا إني فوجئت بوفاة أم من أمهاتنا الفضليات رحمة الله عليها، وحقيقة هذه الحادثة جعلتني أتوقف عندها، لأنها في حقيقة الأمر هي انتقلت إلى الحق، وجاءها الحق، واستجابت للحق، وما كان لها أن تمتنع أبدا، هي حقيقة أمام أعيننا، ولكننا نتنساها ونتغافل عنها، بل ولا نعطيها أهمية ولا اهتماما، حتى وإن كنا نحملها على الأعناق. فترى الكثير ممن يحملون جنازة وهم يرون الموت أمام أعينهم،
ويتضاحكون ويتحدثون في أمور الدنيا مع أن الموت أمام أعينهم وحقيقة ستطالهم قرب الوقت أم بعد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. شوف تحيد يعني تهرب تفر. سأل الفضيل بن عياض رجلا فقال له كم عمرك؟ قال له 60 سنة. قال له الفضيل: إذا أنت منذ 60 سنة تسير إلى الله يوشك أن تصل. فهمتم معناها ولا؟ يوشك أن تصل يعني وأنت في طريق سيرك إلى الله سبحانه وتعالى وقد مر من عمرك 60 سنة قربت على لقاء أو قرب أجلك وقربت للقاء الله سبحانه وتعالى. إذا أنت منذ 60 سنة تسير إلى الله يوشك أن تصل. فقال الرجل: قال إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له الفضيل: هل تعرف معناها كلمة إنا لله وإنا إليه راجعون؟ نعم. وإذا سمعنا عن وفاة رجل أو آخر ماذا نقول؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن هل نعرف معناها؟ قال له الفضيل: هل تعرف معناها؟ قال الرجل: نعم أعرف أني عبد وأني إلى الله راجع. قال له الفضيل: يا أخي من عرف، اسمع من عرف أنه لله عبد وأنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف بين يديه، ومن علم أنه موقوف بين يديه فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فبكى الرجل وقال له: ما الحيلة؟ أي أين السبيل؟ أين المخرج؟ أين النجاة؟ قال له: ما الحيلة؟ قال له الفضيل: يسيرة سهلة. قال له الرجل: وما هي يرحمك الله؟ قال الفضيل: تحسن فيما بقي، يعني تحسن فيما بقي لك من عمرك، تحسن فيما بقي، تحسن فيما بقي يغفر الله لك ما مضى وما بقي. يعني تحسن تكثر من الأعمال الصالحة فيما بقي من عمرك يغفر الله لك ما مضى من سيئات أعمالك وما هو مقبل. تحسن فيما بقي يغفر الله لك ما مضى وما بقي، وإن أنت أسأت فيما بقي، أي أنت أسأت فيما بقي لك من عمرك فلم تلتزم بالتوبة واستمريت في غيك وعصيانك واستعلائك واستكبارك، قال: وإن أنت أسأت فيما بقي أخذت فيما مضى وفيما بقي، يعني حوسبت حسابا شديدا عسيرا فيما مضى من عمرك وفيما تبقى وفيما بقي. نعم. وسأل سليمان بن عبد الملك، العالم الزاهد العابد أبا حازم، سأل سليمان بن عبد الملك هذا العالم الجليل
الفقيه العابد الورع التقي أبا حازم، فقال له: يا أبا حازم، قال له: يا أبا حازم، لماذا نحب الدنيا ونكره الموت؟ لماذا نحب الدنيا ونكره الموت؟ قال له هذا أبو حازم، قال له: لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم، لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم، يعني اهتممتم فقط بتعمير الدنيا ولكن نسيتم الإعمار الحقيقي ألا وهو تعمير الآخرة. إن كان الواحد منا يريد تشييد وبناء قصر فالأولى تشييد قصر في الجنة قبل الدنيا، لا مانع من أن نعم تأخذ من الدنيا حظك منها فتبني بناء حسنا وتلبس الحسن وتأكل الحلو، لا مانع من ذلك، لكن الحقيقة التي وجب عليك أن تضعها نصب عينيك هي آخرتك، وما عمرت فيها وما بنيت فيها من قصور حتى تسكنها في الآخرة. قال له: لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم، فأنتم تكرهون النقلة من العمران إلى الخراب، فأنتم تكرهون النقلة من العمران إلى الخراب. فقال له هذا أبو حازم، قال العفوان سليمان بن عبد الملك ما زال يسأل، قال له: فما لنا عند الله يا أبا حازم، أي ما لنا عند الله من رحمة؟ قال له هذا أبو حازم، قال: اعرض نفسك على كتاب الله لترى ما لك وما عليك. اعرض نفسك على الله واعرض نفسك على كتاب الله وعلى القرآن حتى تستبين وتتبين وتعلم شأنك وحالك ومقامك. قال له سليمان: وأين أجد ذلك أبا حازم؟ قال له أبو حازم، قال: اقرأ قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، ومقياس دقيق يقيس به وميزان دقيق يزن به: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قال له سليمان: فأين رحمة الله يا أبا حازم؟ أين رحمة الله؟ قال له أبو حازم: إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال له سليمان ولا زال يسأل، قال له: فكيف العرض على الله غدا؟ أي فكيف العرض على الله يوم القيامة؟ فكيف العرض على الله تبارك وتعالى غدا؟ اسمع، قال: أما المؤمن فكالغائب يعود إلى أهله. انظروا هذا الوصف الدقيق الجميل، أما المؤمن فكالغائب يعود إلى أهله. رأيتم فرحة الغائب عندما يعود إلى أهله وقد طال الأمد بينه وبين لقائهم، بينهم وبين لقائه، انظروا إلى حالة الفرح والسعادة والسرور التي يكون عليها هذا المتشوق للقاء أهله وهذا الفرح المسرور بلقاء أهله. هكذا يكون شأن المؤمن يوم القيامة. قال: أما المؤمن فكالغائب يعود إلى أهله.
بص جميل جدا. وأما المسيء فكالعبد الآبق يعود إلى سيده. وأما المسيء فكالعبد الآبق يعود إلى سيده. إيش معنى العبد الآبق؟ ها؟ العبد المسيء، العبد الذي ارتكب جريمة شنيعة، هل له وجه وماء وجه حتى يقابل سيده؟ كلمة العبد لا نقصد بها، أو هي كلمة عامة من قبل وصفت لوجود العبودية إلى غير ذلك، وتمثل اليوم كالعامل في مصنع سيده وصاحب هذا المصنع. وقس على ذلك، أرأيتم حالة هذا الرجل عندما يرتكب مصيبة وجريمة، هل له وجه وماء وجه حتى يقابل سيده؟ أرأيتم كيف تكون هيئته وحالته من الخوف والجزع؟ هكذا يكون. أما المؤمن فكالغائب يعود إلى أهله، وأما المسيء فكالعبد الآبق يعود إلى سيده، أو يرجع إلى سيده. هذه هي الحقيقة الكبرى التي تغافلنا عنها ونسيناها وتناسيناها، وهي حقيقة ذكرنا بها ربنا تبارك وتعالى في كثير من مواضع القرآن الكريم. ولكن هل من متدبر؟ هل من متأمل؟ هل من مستوقف عند آيات الله يتمعن فيها؟ وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، أي ذلك ما كنت منه تفر وتهرب وتجري. إذا أصبت بالمرض تجري مباشرة إلى الطبيب خوفا من ماذا؟ خوفا من الموت. إذا أحسست بالجوع تجري وتهرع مباشرة إلى الطعام لتملأ معدتك وبطنك خوفا من ماذا؟ خوفا من الموت، موت جوعا. إذا أحسست بالعطش تجري وتهرب وتفر إلى ماذا؟ إلى الماء، حتى تروي ظمأك وعطشك خوفا من ماذا؟ خوفا من الموت. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. كل من عليها، قرأناه منذ قليل، فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله أن يرزقني وإياكم توبة قبل الممات، ومغفرة عند الممات، ورفعة في الدرجات إلى أعلى عليين بعد الممات. أسأل الله أن يغفر لي ولكم كل الذنوب والخطايا التي ارتكبناها. أسأل الله أن يغفر لي ولكم كل ذنب اقترفناه، وكل معصية ارتكبناها بجهل وبقلة علم وبسهو. أسأل الله أن يغفر لنا كل الذنوب والخطايا والمعاصي. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، سرها وعلنها. اللهم اغفر لنا كل ذنب يبعد عنك يا رحمن،
اللهم اغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء وتنزل البلاء وتحبس الدعاء، يا من ذكره دواء في الأرض وفي السماء. اللهم إنا نسألك رزقا دارا وعملا بارا وعيشا قارا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم لا تدع فينا وفي المسلمين من مهموم إلا فرجت عنه همه، ولا مكروب إلا كشفت عنه كربه، ولا مريضا لنا إلا شفيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا طالبا للعلم من أبنائنا وبناتنا إلا وفقته لذلك، ولا آيما إلا زوجته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.